الفسيخ السوداني من أشهر الأكلات الشعبية في السودان، وعادة بتعمل من سمك مملح، يعني لأنه أيام زمان يا جماعة السمك لازم يملحوه لأنه ما كان عندهم ولا ثلاجات ولا فريزرات. ببشر بصلة كبيرة الحجم، هستعمل بس البش بتاعه والموية هخليه لحياك تاني. طماطمتين كبار الحجم بديلا لو الناس ما عندها طبعا عصير الطماطم المعلب. هنا أنا هستعمل سمك المكرونة، لكن أنا قبل كده عملت الفسيخ السوداني بسمك تاني وحوريكم نهاية الفيديو أفضل ليش. شنو في الطاجن حق تاور؟ أنا ضفت ملعقتين كبار من الزيت، ببتدي أنه أنا بشوح البصل اللي أنا بشرته الكبير دي، بعد كده بضيف الشطة الخضراء اختياري، وهنا بعد ما دبلوا معايا بضيف ملعقة كبيرة من التوم المهروس وعلبتين من السمك المكريل. هو كده سمك المكريل المعلب دي طبعا فيه زيت، ضفته بيز زيته. ملعقة كبيرة من الصلصة، وهنا الطعم المميز السوداني ملعقتين كبار من الدكوة اللي هي زبدة الفول السوداني. بعد ما شوحتم ضفت عصير الطماطم، وممكن تستبدلوه بعصير الطماطم طبعا الجاهز المعلب. الملح على ذوقكم، أنا ضفت ملعقة كبيرة من الملح وضفت ملعقة صغيرة من البابريكا وملعقة صغيرة من الكزبرة. ربع كوباية من الموية ما بحتاج، وبقفله وبخليه كده يسبك لحد يتمزج تطلع من فوق، ونهائيا بطفي النار عليه وبحصل عليه ليمونة كاملة. تاكلوه سخن تاكلوه بارد، ده من الوصفات المميزة الشعبية السودانية الفسيخ السوداني، وربنا يصلح حال السودان ويجعل سلام في السودان. تكب من فوقه الزيت السمسم السوداني زاكي والشطة الحمراء، وتحصل عليه الليمون وبالبصل الأخضر. بالنسبة لي أنا فضلت الأنشوقة أكثر من المكاريل، ودي علبة